طيب معلش نبدا تاني. السلام عليكم، اهلا بكم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنبدا ليكشر مهمه جدا، حاجه اسمها الاس اي او، سيرش انجن اوبتمايزيشن. يعني ايه اول سيرش انجن؟ زي ما قلنا قبل كده، سيرش انجن هي محركات البحث. زي ايه محركات البحث؟ زي مثلا جوجل، زي ياهو، زي اصلا فيستا، زي بينج. كل دي محركات للبحث. طيب اوبتمايزيشن، اوبتمايزيشن معناها ازاي ابقى انا بطلع في رانك عالي عند السيرش انجن. يعني ايه رانك عالي؟ انا بطلع في الاوائل. عايز الفت انتباهكم لحاجه في الاول. خلونا مثلا نبص كده على ادي، نقول مثلا جوجل، ونكتب في السيرش انجن هنا مطعم سمك مثلا. جاب مطعم الحوراني واسماء قدوره وفلاينج فيش وشويه حاجات كده. طب تمام، حلو قوي. تعالوا مثلا نخش على بينج مثلا كسيرش انجن اهو. وهكتب نفس الكلام، مطعم سمك. بصوا كده عمل ايه؟ جاب مطعم سمك عمان او عمان، شارع المدينة المنورة، مأكولات بحرية، افضل مطاعم جدة، طريقة عمل السمك الفيليه. واخدين بال حضراتكم ايه اللي حصل؟ يعني هنا لما على جوجل قلت له مثلا مطعم اسماء مطعم سمك، نفس السيرش نفس التكست اهو خلاص، ورحت حاطه هنا على بينج، راح مطلع لي معلومه ثانيه خالص. طيب تعالى مثلا ندور فيها. لا مش اهو، هقول له مطعم سمك، بحث في الويب مطعم سمك، اسعار خاصه مع جوده، كورس اداره تشغيل المطاعم، مطعم سمكك او سمكتي، مطعم اسماك الحوراني في الجيزه، افضل 10 مطاعم. خدنا بالنا يا جماعه انا عايز اقول ايه؟ طيب خليكم معايا. هنا انا لما دخلت على جوجل مثلا وكتبت مطعم سمك، فجاب لي شويه نتائج، اولهم الحوراني وبعدين اسماك قدوره وبعدين فلاينج فيش. لما رحت على بينج، وده بينج سيرش انجن برضو، قلت له مطعم سمك، جاب لي اسماك عمان والكويت وجده، ماشي. رحت على الياهو، ده سيرش انجن برضو، جاب لي اسماك مطعم اسماك اسمه موجوده، وجاب لي كورس إدارة مطاعم، وبعدين مطعم أسماك الحوراني. طيب تعالى كده مثلا على الـ MSN مايكروسوفت نتورك. بس هنا برضو هيسيرش على البينج، مش عايز يسيرش على البينج. في سيرش انجن تاني اسمه اصلا فيستا، ده سيرش انجن نفس الكلام، هقول له سيرش عليها. يعني عايز اقول لحضراتكم ايه؟ ان مع كل سيرش انجن، مع حتى نفس الكلمه،
بتطلع بنتائج مختلفه. يعني عايزين نقول ان انت بتوبتمايز مش كل السيرش انجنز يو كان دو لايك ذات، انما حضرتك بتوبتمايز اشهر سيرش انجن عندك الدوله بتاعتك بتستخدمه. يعني امريكا مثلا بتستخدم الام اس ان او اي او ال امريكان اونلاين سيرش انجن، وطبعا جوجل. بس يعني انا هنا في مصر اغلب الناس بتستخدم الاس اي او، بتستخدم جوجل كسيرش انجن. طيب ده معناه ان احنا لازم نشوف تكنيك او طريقه من خلالها نعلي السيرش انجن بتاعنا على السيرش انجن اللي بنستخدمه. السيرش انجن احنا بنستخدمه النهارده مثلا في مصر جوجل، عشان كده اللي هناخده ده يصلح للتطبيق على كل السيرش انجن. انما وانت بتنفذ انت عليك على مور سيرش انجن يوزد ان يور ريجن. طيب نبص مع بعضنا على التو فيديوز دول. Search engines today all follow this model. They still look at your website's keywords,
But they then rank your site's relevance on the number and quality of backlinks to it from other websites. So think of it like this. Keywords lets Google see your site and know what it's about. Backlinks determine how much Google trusts your site to be relevant. So keywords are important because they tell Google you're out there, but backlinks move your website up the food chain. That's why the search results you see are called organic or natural results. They're constantly changing based on what people actually do out there on the web. Unsurprisingly, as there are these two aspects to how search engines find and rank pages, there are two corresponding components to SEO. First is the on-site component. This is where you ensure your site is full of keywords that are relevant to what your site's about. So for example, if you sell sandals in California, you want to make sure relevant keywords are on your site, like sandals, California, ocean, beach, flip-flops, shoes, leather, sand, things like that. The second component of SEO is called off-site SEO. This is where you work to create backlinks to your website that originate from other sources. Links to your site can be created using articles, social media, blog posts, discussion boards, and so on. But keep this in mind. The more influential or legitimate the website is that links back to you, the more effect that backlink from that site is going to have on your search result ranking. So that's it. SEO is super important because it helps you move to the top of relevant search results. And since almost everyone relies heavily on search engines to find anything online, SEO is the most effective way to increase traffic to your site. Good SEO takes time. So the sooner you start, the sooner you move up the results ladder. To learn more about SEO, watch our next video, How to Grow Your Business with SEO. Visit our help center, or feel free to give us a call. We have SEO specialists standing by to help you. And as always, let's talk about SEO for a bit. A lot of people think it's some kind of magic, but that's not the case. هنا نفس الكلام من وجهة نظر تانية قبل أن نشرح الجزء النظري اللي معنا. Let's talk about SEO for a bit. A lot of people think it's some kind of magic, but that's not the case. Just take a little from your perspective. What do you do when you want to find something on the internet? You search for it, right? And then you click on one of the links on the first page of the search results. In fact, more than 90% visitors will behave exactly the same way. Ever wonder how those web pages at the top of your search results got there? It's because they were search engine optimized. Exactly how search engines work is a closely guarded secret, but the main principles are known. They're based on two main factors, keywords and links. Let's focus on keywords first. The chances for a better ranking grow when your website contains the same words that are being searched. Keywords are especially effective when they're found in a website title, address, or headings. But careful, quality over quantity should be your rule of thumb. Some so-called SEO experts try to fool the search engines with some ridiculous keyword occurrence instead of focusing on quality content first. And how about the links? Websites that link to yours basically tell search engines they have some good stuff there. But again, quality over quantity. Links from the relevant sites won't help you get a better rank. What we've just talked about provides a basic introduction to SEO. In reality, it's not a simple task, and you'll definitely need someone to help you with it. Someone like us. We'll develop a custom SEO strategy specifically for your business, identify the right keywords, write friendly site code, and figure out the best linking tactics. But most importantly, we'll help you find ways to provide high quality content for your visitors and search engines. يعني اظن كده شويه الدنيا فيها شيء من الوضوح عند حضراتكم. احنا دلوقتي عايزين زي ما قلنا نطلع في الحاجه اسمها جولدن ترينجل، اللي هو المثلث الذهبي اللي هو اول 3 4 لينك. او احيانا الناس تقول لك لا مش للدرجه دي، يعني انا عايز اطلع في التوب 5. ناس تقول لك لا برده مش للدرجه دي، انا عايز اطلع في التوب فيرست بيج. المهم نطلع في حاجه في الاول، يعني ده الايه الجول اللي احنا كلنا بنسعى ليه وبندور عليه. Search engine is a service where the internet users can go to the search engine website and search for a website that interests them by inputting keywords. المكان اللي حضرتك بتفضل تروح كاتب فيه الكلمة اللي سعادتك عايز سيرش عنها، لأن في الواقع احنا مش بنحفظ أسماء الويب سايت كلها. يعني مثلا حضرتك اللي هنا الويب سايت بتاع الجامعة معروف WPLU سهلة، إنما مثلا في ويب سايتس ثانية أسمائها معقدة وكبيرة فما بنحفظهاش. The search engine then displays the result to their search starting with the website that best meets the search criteria.
down to the website that least fit the search criteria. وبعد كده دعنا بيطلع بالفيري ماتش بيطلع اللي الماتش اقل. طيب search engines are becoming even more popular, especially when you consider how many websites there are on the internet today. احنا عندي number of websites الموجودة النهاردة ملايين ملايين. انا عندي فوق 300 مليون website registered. يعني ايه registered؟ يعني دبل دوت دوت حاجة. يعني مثلا اللي ده واحد منهم يعني. اوكي search engine optimization is the process of getting your website address or URL as close as possible to the top of the search result when someone using the search engines is looking for the product you sell. يبقى الـ SEO معناه ان هو يطلع حضرتك في التوب لما يكون حد بيسيرش على حاجة product اللي حضرتك بتبيعه او بتتعامل فيه. زي ما هو جايب هنا مثلا الـ Heart of Search Engine Optimization انت كاتب Interior Design Consulting مثلا. فالناس اللي طلعت في الاوائل دول دول الناس اللي الترانك بتاعهم عالي. Search engine and directories. A directory site is one that contains manually compiled categories of website. Whereas the search engine uses automated spiders to search the web for the content and organize by keyword with little regard of the true category under which each site should fail. الويب سايت كاتيجوري ده من الحاجات المهمه قوي. Search engines and directories use a point of view. Over the years there has been plenty of debate over whether search engines are directories and vice versa. From the user's point of view it would appear that all directories could be considered search engines since they have input books to sell the contents of the site regardless of the methods in acquiring data. طيب هو بيفترض سعادتك طالما عندك تكست بوكس بتاخد فيه داتا وتسيرش على اساسها فيو ار سيرش انجن. طيب من وجهه نظر الاي ماركتنج بقى from a marketing point of view we are more concerned with the method by which data is added and ranked. احنا مهتمين قوي في الموضوع بتاع الاي ماركتنج ازاي هو بياخد الداتا وازاي بيعمل لها رانكينج وازاي بيسيرش على اساسها عشان انا اعرف increase my rank in this world, in this website او search engine website as this will determine how we adjust our placement strategy for each. عشان اعرف ازاي احسن نفسي في كل search engine منهم. It is the intent of this lesson to optimize placement in the search result for search engine and directories. طيب نقول حاجة علمية سنة بس مفيدة لحضراتكم مهمة تبقى انتوا عارفينها قوي. بنقول مثلا هنا بصوا كده معايا لما اجي اقول مثلا تعبتك لما تسيرش مثلا على كلمة مثلا فيش على جوجل بتلاقيها تطلع لك مثلا 300 مليون ماتش ويقول لك انا طلعتهم لك مثلا في 0.22 ثانيه. ايه ده؟ ازاي هو فعلا طلعهم في 22 من ثانيه؟ هو هل ده معناه ان هو راح دور طلع ال 300 مليون ماتش دول راح دور في السيرفرز على مستوى العالم كله وخلص 300 مليون سيرش وجابهم؟ يعني بص كده معايا هاجي هنا اقول له مثلا هنا كده دور على كلمه سكور قال لك ايه 4 مليار و890 مليون ماتش ولقاهم في قد ايه تقريبا نص ثانية نص ثانية يعني 0.6 من ثانية. هو ده معناه ان هو راح دور في ال 4 مليار و800 مليون ويب سايت او دور في مثلا اقول ال 4 مليار ويب سايت ولقاهم؟ لا خالص مش كده. اللهم ايه الموضوع؟ هو ازاي عمل كده يعني؟ ازاي عمل كده؟ حد عنده تفسير؟ يعني ازاي هو قدر يطلع النتيجة الرهيبة دي؟
في الوقت البسيط ده. أسيوط حد عنده تفسير؟ طيب بصوا يا جماعة، الحقيقة التفسير يعني حاجة علمية بسيطة قوي أهي. بصوا هو كل شوية، ودي مهمة ليك جدا، كل شوية اوتوماتيك بيسيرش في كل الصفحات اللي في العالم كلها، ويطلع الريزلت والكلمات اللي فيها اللي احنا بنشوفها نعملها ازاي بعد شوية، ويروح مخزن الكلمات دي في السيرفرز بتاعته. بيعمل العملية دي في حاجة اسمها الأوفلاين تايم. أوفلاين تايم، فأصبحت السيرفر دي عليها كل المعلومات بتاعت العالم كله على السيرفر دي. وهو لما بيجي سيرش، ساعتك لما بيسيرش من الصفحة بتاعتك في الواقع، فأنت بتسيرش في جوجل ويب سايتس نفسها وبتطلع نتائجك من عنده. عشان كده بقول لك في أقل من ثانية طلع 4 مليار. وفي الوقت الأوفلاين اللي هو ما حد يعني إيه، هو عنده سيرفرز، بتاعته هي اللي بتسيرش في الصفحات المختلفة وبيرانك وبيعمل كل الكلام ده. طيب اتمنى دي تبقى مفهوم. بلورنج لاينز يعني ضبابيه الخطوط. ايه المقصود بالضبابيه الخطوط؟ ضبابيتها معناها ان انت ما انتش عارف السيرشنج بيتم ازاي، في حين ان في سيرش انجنز اون باي سيرش انجنز ثانيه. في الحقيقه في سيرش انجن مملوكه لغيرها، دي مملوكه لسيرش انجنز ثانيه. انت لما بتسيرش في حاجه ما انتش عارف هو بيسيرش التكنيك بتاعه ازاي. بقول لك it's important to note that many search engines get some of their results from other search engines. ان بعض السيرش انجن بتجيب النتيجه بتاعته من سيرش انجنز ثانيه. And directed many of which are owned by the partner with each other. بعضهم مملوك لغير. The dynamics of these relationships are ever changing. الميكانيكيه بتاعتها ما بتغيرش من غيرها امتلكها. But a visit to the site in this search engine watch can update you in the current state. الصفحة بتاعت search engine watch اهي ادي الصفحة. الصفحة دي فيها كل search engines كلها. هو هنا بيقيم سيرش انجنز يعني اوكي. اوريزبر بلوج جوجل استرنت في لونش فروم نيو جايد لاينز اوف ستراكشر داتا تو برينج ريتش ريزلت فور بودكاست تو سيرش ريزلت. والله هو بيقول لك بيطبق تكنيك جديد اهو، بيسيرش على بيطلع ريزلت لطيفه. طيب ماشي اهو. ده بيقيم جوجل وبيطلع فيه ريزلت هايله. هنا لو حضرتك عايز بقى تعمل اي تقييم بقى، بص كده سنه 2008 كان 9% من كل السيرش والسيرش وورد او السيرش اكسسز اللي كانت عليه. 2009 بيزيد 10، دي شايف اهو. 2016 21% من الماركت شير. يبقى احنا السيرش انجن ووتش ده ويب سايت هو نفسه بيقيم السيرش انجنز المختلفه. وبيقول لحضرتك ازاي يعني انا لما احب اشتغل اسيرش مثلا على حاجه اسيرش فين، يعني مين بعد مين، which is more better. طيب بعض البيزكس المهمه في السيرش انجنز يو هاف تو نو. You got placing search engine result from a combination of preparation and opportunity. Search engine claim you can get result as few as 24 hours. احيانا لما بتعمل اي تعديل عندك بيبان خلال 24 ساعة. مش بس 24، ممكن 6 ساعات، ممكن 8 ساعات، ممكن ساعتين. يعني لو عملت تعديل في الويب سايت بتاع سعادتك او في البيج بتاعتك او على الفيسبوك بيج بتاعتك، جوجل يحس بيها لحد اكثر من 24 ساعة. انما احيانا ياخد شهرين قبل ما يحس بيها.
Yeah. تخيل. شهرين before most search engine cycle through their backlog of new entries. يعني ممكن قوي خلال 24 ساعة خلال يعني مش بعد خلال يعني خلال 6 ساعات يجيبك ماكسيمم 24 وممكن يقعد شهرين ما يجيبكش. ليه؟ لأن في الواقع السيرش انجن بيروح ويلف عليك على أساس نمبر اوف ترافيك عندك ومعدل تغييرك للبيانات. يعني كل ما كان الويب سايت ده بيغير بياناته مور فاست كل ما كان السيرش انجن بيجي لك كتير. يعني مثلا ليك صفحه، الصفحه دي الترافيك بتاعها عالي وحضرتك بتغير فيها في الكونتنتس كتيره، فلازم السيرش انجن طالما الترافيك عندك عالي يجي لك كتير، لانه عارف طالما ناس كتيره بتجي لك يبقى معرض ان الناس اللي بتسال على صفحه زي صفحتك يبقى انت من الاهداف اللي هي بتطلع له، فمن مصلحته ان هو يطلع يدور عليك ويجيب اي تغيير عنك. لو الترافيك بتاعك منخفض شويه فممكن قوي يجي لك كل شهر كل اثنين كل ثلاثه، لما يجي الترافيك عليك او بيسموها الثريد عليك لما يجي معادك في اللفه واضحه؟ طيب. With 90% of the sites indexed in search engine being junk, getting good exposure via search engine is difficult. الصفحات اللي هي عليها علامات استفهام او suspicious او junk pages صعب قوي انها تظهر اصلا في السيرش انجن. Use the tips in this section to improve your placement odds. دلوقتي مع بعض هنتعلم بعض الحاجات اللي من خلالها حضرتك تقدر تنكريز الترافيك على الصفحه بتاعت حضرتك. سيرش انجن تيبس. اول حاجه سبميت ويب سايت وسيرش انجن. اول خطوه سعادتك لازم تعرفها ان انا اقول لجوجل من فضلك انا عندي صفحه اسمها كذا ارجوك خليها عندي. سبميت ويب سايت تو سيرش انجن بنعملها كالاتي اهو. عندي صفحه اسمها جوجل دوت جوجل عاديه خالص سلاش اد يو ار ال اهو. باجي هنا واقول له افتح لي يا عم الصفحه دي اهو اد يو ار ال واروح كاتب اسم الصفحه بتاعتك. احيانا بيطلب الاكونت بتاع حضرتك احيانا ما بيطلبوش. لحظه واحده اقول له اهو بدخل بقى النقطه روبوت دخل الصفحه دوت مثلا اي ال يو دوت اي يو دوت اي جي سبميت ريكويست اهو. عمل ايه دلوقتي؟ بعت الصفحه دي، انا قلت له دي الصفحه دي بتاعتي، راح واخد بعت الصفحه دي فين؟ على جوجل بحيث تبان عندي. انا هنا عملت ايه؟ انا عملت ويب سايت لسه عامله حالا مثلا، وليكن اللي انا عامله ده اللي هو ايه اليو ده، هيروح يسيرش عليه وهيرد عليا، هيرد يقول لي ايه؟ يقول لي احنا لقينا الصفحه دي فعلا، والصفحه دي مش بتاعه حد، واحنا ضفناها لك، اوكي؟ يعني ايه ضفناها لك؟ يعني لو حد هيسيرش عليها هنلاقيها، مش هنلاقيك انت، هنلاقيها هي. امال ليه خد الاكونت بتاعي؟ عشان يبقى سبميتد لي ان الاونر بتاع الصفحه دي فلان. جوجل ادز نيو سايت تو اور اندكس اند ابديت اكزيستنج وان افري تايم وي كراود ذا ويب. اف يو هاف ذا نيو يو ار ال تيل اس اباوت ات هير. لو انت عندك اي يو ار ال جديد من فضلك قول لنا عليه هنا. وي دونت اد اول سبميت يو ار ال تو اور اندكس. احنا مش بنضيفها كلها في الاندكس بتاعنا. And we can't make prediction or suggestion about when or submit URL will appear in our index. وكمان لو انت ما عملتش كده احنا مش هنقدر نقول لحضرتك الاندكس ده او الصفحه دي امتى هتبان على الصفحه بتاعتك، اليو ار ال بتاعك امتى هيبان على جوجل يعني. اوكي؟ انا لو عملت submit تاني بنفس الصفحه. An error processing request. ليه؟ عشان انا عملت ايه؟ ادنج لنفس الصفحه تاني. يبقى نرجع هنا. اول خطوه عشان الصفحه بتاعتك تتعرف، اول خطوه خالص ايه هي؟ سبميت ويب سايت وسيرش انجن. اقول للسيرش انجن انا دلوقتي بقى عندي صفحه اسمها كذا، ليه ما سيبوش هو يقعد يدور بترتيب وقت؟ لان انا ممكن قوي ياخد وقت طويل قوي على ما يطلع لي. نمره 2،
Use keywords in the contents near the top of the document. وده موضوع مهم جدا. ايه ده بقى؟ الصفحات اللي احنا بنعملها الصفحات دي فيها كلام كتير. يعني ايه كلام كتير؟ بص كده معايا، تعالى على صفحة مثلا زي مطعم السمك بتاع عمان ده، شارع المدينة بجد. لا مش ده، مطعم اعماق البحر مثلا. حلو اعماق البحر. لا انا مش عايز كده، انا عايز الصفحه نفسها. بصوا كده مثلا نقول ايه، www. مثلا سوق.com مثلا. اه اهو الصفحه دي زحمه. شايفين زحمه ازاي؟ فيها كم معلومات وكلمات كثيره جدا. الصفحه دي فيها الهيدر، الهيدر ده احنا مش بنشوفه. الهيدر ده يا اساتذه احنا بنعمل ايه بقى؟ باجي في الهيدر اروح كاتب الكلمات اللي لو حد هيسيرش تقوم تطلع له. واضحه؟ بتركزوا معايا؟ احنا مش بنركز في سوق دوت كوم دلوقتي. احنا هنا. طيب كده مركزين يا جماعه؟ يعني ايه؟ واحد عايز يشتري، فبحط في الصفحه ده في الهيدر بتاعها، الهيدر صفحة المعلومات اللي لو الطبيعي اللي بيسيرش هيطلعها. واحد بيسيرش على سوق دوت كوم هيكتب ايه؟ هيكتب سوق غلط، او يكتب سوق بالعربي، او يكتب سوق بالكي، او يكتب تسوق الكتروني، شويه حاجات كتير قوي. احطها له كلها فوق في اول الصفحه من فوق. ليه؟ علشان جوجل ما يقعدش يقلب في كل الصفحات دي ويضيع وقته. دي هنا كنت عامل ايه؟ الشرح كنت عملتها قبل كده، كنت بشرح لكم هنا حاجه شيك اوت. دي نقفلها بس. يبقى اول خطوه يا جماعه ان انا بضيف الصفحه عنده. تاني خطوه بحط الكلمات الكي ووردز. كلمة كي ووردز دي المهمة قوي قوي يا جماعة، أنت لازم تجيد اختيار الكي ووردز الصح. يعني مثلا أنت عايز تعمل محل بيبيع أدوات رياضية. فالناس اللي هيسيرشوا عليك غالبا بيسيرشوا على أساس إيه مثلا؟ بيكتب مثلا محل لعب أو محل ألعاب أو أدوات رياضية أو ملابس رياضية، أو هيكتب أديداس أو نايكي أو بوما أو مثلا هيكتب جوائز او كؤوس، شويه كلمات. كل الكلمات الطبيعيه اللي بتتحط في السيرش انجن للي زيك اللي هنشوف بعد شويه، حضرتك بتتفضل مشكورا وبتحطها فين؟ في النيرو داكيومنت. يبقى انت سوء اختيارك للكي وورد هو اللي هيخلي الناس ما تجيلكش. انت بتختار الكي وورد وتحطها في التوب اوف ذا داكيومنت، يعني فوق. طيب كي وورد بليس انسايد كليكابل لينك تكست رانكس هاير. الكلام ده مهم قوي. احيان كتيره قوي بيقول لحضرتك ان الكلمات اللي هي على هايبر لينك اللي بتتحط على بطن مثلا او على هايبر لينك، الكلمه دي بترانك اكتر. زي كده شايف دي؟ بص كده، تعالى كده افتح صفحه. بص كده، دي على هايبر لينك، دي على هايبر لينك، هايبر لينك، هايبر لينك، اوكي؟ الكلمات اللي محطوطه على هايبر لينك، الكلمات دي بترانك اكتر يا جماعه. عشان كده بقول لحضرتك الكلمات اللي على هايبر لينك بتعمل رانكينج اكتر. طيب. اوكي. يوز ديسكريبتيف ويب سايت بيج تايتل، الكلام ده مهم. لما نعمل ويب سايت من فضلك اختار اسم واضح ديسكريبتيف. يعني ايه ديسكريبتيف؟ يعني يوضح سعادتك الصفحه دي بتاعت ايه. لما اقول مثلا دي صفحه مثلا ملابس رياضيه واسمها السلام، فاقول السلام سبورتس وير، واخد بال حضرتك؟ او اقول مثلا سبورتس وير السلام. طيب نرجع حاجه سريعه كده، اختار اسم الصفحه ازاي؟ فاكر اللي كنا خدناها مع بعض هنا زمان حاجه اسمها تشيك نيمز؟
بقى اقول له مثلا انا هعمل صفحه اسمها السلام سبورت مثلا، هيسيرش والله السلام سبورت رائعه جدا وتنفع وجميله وظريفه واخر حلاوه. ليه؟ لو تتذكر حضرتك انا كنت قلت لك ان لما تيجي تختار اسم صفحه بتسيرش في سايت اسمه نيم تشيك او في سايتس كتيره جدا بتعمل السيرفيس دي. وهنا بيقول لك اسم الدومين ممكن قوي تبقى سلام سبورت دوت كوم دوت نت دوت اورج دوت سي او دوت بي اي زد، اي اسم يعجبك. انما الجي بي لا، الاي تي كل ده مستقبل. طيب ماشي، شكرا. عايز تحجز واحد من دول بالباي بال على طول، ممكن تدفع دلوقتي. طيب لازم كمان الاسم ما يكونش مستخدم على الويب سايتس الشهيره السوشيال ميديا، يعني على الفيسبوك مش مستخدم، على اليوتيوب مش مستخدم، تويتر انستجرام بلوجر جوجل بلس، خلاص ده كلام هايل. المستخدم معرفش اس هنا وهنا، كل ده ما يعنيناش، يعني الصفحات دي ما تعنيليش قوي. ليه؟ لان مش مستخدمه عندنا في البلد يعني، او مش مستخدمه في المكان اللي حضرتك هتسوق فيه. هنا بصوا باجي هنا هو مثلا هو على الفيسبوك واروح مسجل صفحه على واقول له مثلا ايه، انا هفتح صفحه جديده مثلا باسم، اوكي، وطبعا هخش بالاسم الجديد اللي انا كنت لسه عليه حالا. طيب على اليوتيوب مثلا اهو، وكرييت نيو شانل، واسمي الشانل دي يا جماعه، هسمي الشانل دي على الاسم اللي انا كنت بستخدمه حالا. ماشي كلام؟ ايوه. يبقى انا هرجع معاك هنا، احنا ايه اللي جابنا هنا اصلا؟ جينا هنا عشان نقول لحضرتك ان انت لازم ديسكريبتيف ويب بيج تايتل. طب عشان اختار ويب بيج تايتل اصلا لازم اتشيك ان هو مش مستخدم. طب بتشيك فين؟ على النيم تشيك. مثال خد بالك التايتل ده اللي جوه الصفحه، كمان ديسكريبتيف يو ار ال. فور اكزامبل عندي صفحه اسمها الويب ماستر سيرتيفيكيشنز، دي صفحة اهو ويب بيج ممكن ما تكونش مستخدمة، بس يقول لك من فضلك شوف الاسم الكبير ازاي واضح، يقول لك الصفحة دي مش موجودة. يعني عايز يقول لك ايه، انك لما تعمل صفحة لازم يكون اسمها واضح جدا يا جماعة، قوي جدا، اوكي. طيب encourage other sites to link to use، شجع الصفحات التانية ان هي تخش عليك تعمل لينكينج معاك، يعني مثلا قدم خدمات الناس بتحتاجها او الصفحات الثانيه بتحتاجها. زي مثلا ممكن تقدم خدمات سعر العمله، تقدم خدمات مثلا الطقس، مواعيد الصلاه، نتائج الامتحانات، المواقيت، اخبار، اي حاجه من هذا القبيل. وبعدين بعد ما تعمل كده، بعد ما تقدم النتائج دي، بعد ما تعمل السيرفيس دي، اعمل لينكينج مع الصفحات ان هي تدخل عليك وتستفيد منها. طب انت هتستفيد ايه بقى؟ هتستفيد ان الشركات او الصفحات المختلفه لما هتجي لك من بره هزود الترافيك عليك، لان في الحقيقه الصفحه اللي خلاها تجي لك ان واحد في الصفحه الثانيه طلب السيرفيس دي، والسيرفيس دي عندك، فهيجي لك كده، فالترافيك عندك انت زاد، واضح؟ عشان كده بقول لك انكارج اذر سايتس تو لينك تو يوز. اوكي. Pretend alternate good names. Point them all to your website. Then submit those names. يعني الكلام ده كلام مهم قوي. تلاقي مثلا فودافون، بصوا كده الصفحه بتاعت فودافون عامله ازاي. تمام، ركز بقى كده معايا، هقول له فودافون
قلت له فودا اندرسكور فو، قال لك لا لا ما عندناش حاجه اسمها كده. طيب بصوا Egypt. gavodafone.com.eg. طيب انت الاكستنشن نيم بقى بتاع الدوت اي جي ده، خلي بال حضرتك ده بيتغير يا فندم بناء على الايه اسم الدوله، which means ان انا اللي عايز اقوله لحضرتك ان هو حاجز كل دومين نيمز اللي اسمها فودافون دوت كوم وكل الاكستنشن ده كمان، يعني دوت اي جي ده دوت اي يو دوت كذا، كل الحاجات دي محجوزه. واضحه؟ يعني هو الفكره في ايه؟ انه بيقول لسعادتك من فضلك بريتشيز الترنت ويب نيمز، اشتري ويب نيمز ثانيه علشان الناس بتخش غلط، بدل ما انا اكتب فودافون مثلا بالاف اكتبها بحاجه ثانيه مختلفه، بيقول لك من فضلك اشتريها واحجزها، وبعدين لما اروح هناك اوتوماتيك من غير انا ما احس يروح محولني للصفحه الرئيسيه بتاعتك. ليه؟ لان انت لو اشتريت مثلا فودافون اللي مكتوبه صح وفي فودافون ثانيه وانا كتبتها غلط وما جتلكش، دي مشكله. المشكله الثانيه ان ممكن اول واحد تشتري الصفحه اللي هي مكتوبه غلط، وبعد شويه لما فودافون تكبر وتشتهر يبدا يقول لها انا عندي الصفحه دي للبيع. واضح؟ طيب بعدها يوز ميتا تاجز كوركتلي. الميتا تاجز ان احنا نستخدمها كوركتلي ده مهم قوي. الميتا تاج هي الاسماء الرئيسيه اللي حضرتك بتحتاجها بتعبر عن البيزنس بتاعك، اسمها ميتا تاج. لحظه واحده خليك معايا اوريك حاجه، كان في فيديو لطيف قوي عن الميتا تاج. By Crown Point Design. Today we're going to talk about meta tags and what they are and where they live on web documents and what their importance is in search engine optimization. Meta tags have actually kind of become a buzzword in SEO, but in all reality, they're actually one aspect of optimizing your site for the web. But they are very important, so it's a good topic to have an understanding of here. Let's start off by defining a few terms. The first is metadata. Metadata, the more broad topic to understand here, is search is defined as information that describes other information. To use a real life example, if you were to go to the public library and check out a book, you go over to the electronic card catalog and you type in the author or the title of the book and you'd be presented with some information about where the book is located, whether it's been checked out or whether they have it, or be presented with some keywords, maybe the genre, number of pages, that type of thing. So all that info that's displayed is actually the metadata for that particular book. It's the information that describes the information of the book, right? So what meta tags are the metadata of a web document. So meta tags basically describe the content of any particular page on the web. And what the reason that they're important here is we're helping search engines to understand the content of any particular page. And we know that we want to help search engines as much as possible because by helping search engines to understand their site the best they can, they're then able to place
websites within the appropriate search queries. So it's important, always important to help search engines whenever we can. To bring us over to a web browser here to show you where they live. There's a few ways of viewing the HTML for any particular page. Now, this doesn't have to be your own website. It can be any website out there. You can come into page and scroll down to view source. This is in Internet Explorer. I believe in Firefox, it's under view, and it's called page source, ordered a little bit differently. But another way to do it is anywhere on the document here, you can right click and come down to view source. And this will display the HTML code for any particular page. It's presented in Notepad, which is a little bit hard to interpret, especially if you're not familiar with HTML. But basically, there's some meta tags that are defined in the header, found on top of the document. And there's a few that I want to point out to you here. The first is the title tag, and the title tag should be unique for every individual page and utilizes some keywords for that particular page. Another one is the meta keywords, and here you want to list between 8 and 10 keywords for that particular page. Those keywords should also be found in the contents of that page itself. And you want to only list about 8 to 10 here. They don't have a big importance inside the Google algorithm, but you want to list a couple. I've seen pages that people have listed 60 to 100 different. الصفحة دي رجالة اللي هي ال HTML اللي مكتوب بيها الصفحة نفسها. بيقول لك الميتا تاج زي ما حضرتك سامع كده عبارة عن الكلمات الأساسية بتبدأ بعد كلمة ميتا نيم. ميتا نيم كيوردز الكلمات اللي هي الناس بتسيرش فيها. ممكن واحد يسيرش كلمة سان دياجو جرافيك مثلا ديزاين أو ويب ديزاين سان دياجو أو سان دياجو اس اي او أو جرافيك ديزاين سان دياجو. بص هنا سان دياجو كلمة سايب سبيس ممكن من غير سبيس هنا سمول هنا عاملها كابيتال. SEO سان دياجو ويب ديزاين يعني كل الكلمات اللي محتمل يتم سيرش بيها او بشبهها كل ده ميتا نيم ميتا تاج او مثلا اوثر كونتنت كراون مثلا ده اسم شركه كراون بوينت ديزاين كل الحاجات دي زي ما حضرتك كده شايف ده عباره عن ميتا تاج اوكي ده اللي هو عايز يقوله كمل ده دورك انت بتكتب الحاجات دي في الصفحه من فوق حتى لو حضرتك ما انتش بتعرف HTML انت بتقول للديزاينر اللي عمل لحضرتك الصفحه الميتا تاج بتاعي كذا لان هو هيسالك الميتا تاج ايه فتقول له ما اعرفش يعني ميتا تاج اوكي Copyright content this site and all of its contents are owned by Crown Point Design Limited Liability Concern LLC and may not be used any without written consent of the CBD ownership. Thank you. دي اللي هي بعض الكلمات الكلمة اللي موجودة فوق. إيوه كأن بيقول أنا ما حدش ياخد الصفحة دي. Information for search engines which is important. We'll talk about in some other tutorials. But the meta tags are all found within header information and given HTML document. اوكي كده الدنيا كده واضحه تمام يبقى احنا ماشيين في المنهج براحتنا خالص خالص احنا دلوقتي بيهمنا جدا يا جماعه انك تفهم يعني ايه ماركتنج ومش بس تفهم انا اتمنى لو نجحنا مع بعض في الكورس ده ان حضرتك تمتهن الشغلانه دي وتحس ان ده اتس يور كارير بقول احنا فين اصلا احنا عايزين نعلي الترافيك بتاعنا فبنقول لك تعمل ايه دلوقتي كمان من ضمن الحاجات بيقول لك فيزيتنج يور اون لينك
in the result of some search engine can improve your ranking. يعني يقول لك انت كمان خش على الصفحة بتاعتك كتير سيرش عليها وخلي اصحابك يخشوا على الصفحة دي فالرانك بتاعها يعني على الاقل في الاول يعني اوكي. Avoid frames frames sorry frames تجنب الفريمز كلمة فريم والسايتس بتاعتها. Websites using frames cannot be picked up by all search engine spiders. الصفحات اللي فيها فريمز كتيرة قوي واردة جدا ان السيرش انجن ما يشوفهاش، مش كل السيرش انجن يعني بس بعضهم. وطبعا مش كل الناس بتستخدم جوجل، في ناس بتستخدم سيرش انجن مختلف، عشان كده انت لازم تعمل حاجات كومن لكل الناس. Use the entry page through which people can access your website. استخدم صفحة الناس كلها تعرف تخش منها. But it's optimized with the rules above, thus more desirable to the search engine. استخدم صفحة الناس تخش منها وكمان تبقى مرئية لبقية الناس. طيب عايز برضو أراجع مع حضرتك هنا حاجة تانية. بص كده في الخمس دقايق دول لطاف قوي قوي. In this video, we're going to share our top 10 Google search techniques that will help you Google like a pro and find exactly what you're looking for in a minimum amount of time. Tip 1. How to search for an exact phrase or quote. If you want to identify the source of a quote or phrase, or exclude any website that doesn't include the exact phrase you're looking for, then simply place the search terms in quotation marks. If I copy and paste a line from Plato's Republic without quotation marks, لحظة خليك كده معايا دي بص كده عين السيرفيس دي ممكن تاخدها عندك تحطها على الويب سايت بتاعتك. يعني ممكن تاخد من جوجل سيرفيس التايمر دي وتحطها عندك، فاللي عايز السيرفيس دي معرفش انت جايبها من جوجل. فينكريز الترافيك عندك. ده جيم الكروم ممكن تضيف السيرفيس دي عندك. كده هيقراها ريتن يعني وكتاب انجليزي. دي سيرفيس لطيفة جدا. تغيير الفونت بتاع الصفحات اللي بتطلع لحضرتك. كل السيرفيسز دي ساعتك تقدر تاخدها تحطها عندك في الصفحة بتاعتك. فطبعا الكلام ده كلام مهم جدا جدا يعني.